وللوقوف أكثر عند الشد والجذب بين شركاء العملية السياسية بعد نتائج الانتخابات الأولية، ينضم إلينا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. سيد أمير، مرحبا بكم. وثائق أممية تؤكد تبليغ المفوضية فشل أجهزة التصويت الإلكتروني. أيضا سيد أمير، حيدر العبادي يقر بتقصير مفوضية الانتخابات. ما يهمنا هنا سيد أمير، هل ستغير اعترافات العبادي من نتائج الانتخابات؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد الكريم. شيء طبيعي سيدي أن الانتخابات لها كان فيها شوائب كثيرة إن لم تكن يعني خروقات خطيرة. الديمقراطية في العراق في يعني في هذا الظرف الطائفي بالذات هي ديمقراطية زائفة، لأن الدولة لا ليس هناك دولة بكل معنى الكلمة تستطيع أن تسيطر على منظومة الانتخابات والتقنية التي جاءوا بها. هناك الكثير من الخروقات حدثت بعد أن عرفت بعض يعني عرف الخلل بالنسبة إلى هذه الأجهزة، واستطاع البعض من يعني التزوير ووضع أشياء يعني لإخراجها من هذه الآلة بصورة مزيفة. أما عن حديثك أستاذ، عن ما تكلم به السيد حيدر العبادي، أنا لا أظن سيغير شيء، لأن العملية السياسية قد يعني وقعت، والآن المشكلة هي مشكلة ثانية، هي مشكلة يعني وجود برلمان جديد والاتفاق على رئيس وزراء جديد، وهذه هي المشكلة الصعبة بالأحرى، ولكن مشكلة الانتخابات أصبحت في خبر كان الآن. طيب سيد أمير، وكالة الصحافة الفرنسية قالت بأن الانتخابات انتهت بخيبة أمل شعر بها الشركاء في العملية السياسية. أيضا لو أخذنا أحد مسببات خيبة الأمل هي يعني المشاركة الضعيفة جدا، مراقبون بريطانيون قدروا نسبة المشاركة ب 19%. الطبقة السياسية تشعر بخيبة الأمل برأيكم لعدم فوزها أم لنسبة المشاركة المتدنية جدا؟ لا، شيء طبيعي خيبة الأمل تأتي من بعد أن يعني تركت الجماهير هذه النماذج التي عرفت بالفساد وكشف أمرها وكشف زورها. ولكن أنا في نظري أنه هذه العملية السياسية يعني استطاعت يعني من خلال يعني الوجوه الجديدة التي أتت أن تثبت ولو بالعدد القليل من الناخبين الذين لم يتجاوز يعني العدد النظامي لكل انتخابات، ولكن استطاعت أن تضع بعض النقاط على الحروف، وهذه النقاط على الحروف خصوصا هي يعني عملية يعني خروج بعض الوجوه التي كانت يعني متأثرة بالمد الإيراني، وخروج يعني الأحزاب الإيرانية من رأس القائمة التي كانت تنتخب منذ 2004 لحد الآن. سيد أمير، بعد هذه المقاطعة الشعبية للانتخابات، هل يمكن أن تتطور إلى ثورة شعبية على خلاف وعيد المالكي بنشوء حرب أهلية بعد نتائج الانتخابات؟ السؤال مهم جدا، لأن ما يحدث في العراق الآن يعني لم يكن يعني مناسبة يعني طارئة وجاءت يعني بسهولة. العراق عمل هذه الانتخابات في الوقت الذي هناك يعني صراع إيراني أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. إيران بعدان يعني خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وهذا الاتفاق النووي له تأثير على ما يحدث في العراق الآن. عندما خرجت الولايات المتحدة طلبت من إيران أن يكون هناك يعني إعادة لما عمل به في الاتفاق. الآن ما يجري في العراق هو انتظار للأحداث التي ستحدث بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة وخصوصا أوروبا طلبت من إيران بعدم التصعيد، ولكن إعادة يعني إنتاج المعاهدة التي عملت بينهما. فما يحدث في العراق هو أيضا
عدم تصعيد لانتظار ما سوف يحدث. وأعطيك مثال أنه أحد الصحف الأمريكية اليوم تكلمت عن احتمال حدوث صراع أمريكي إيراني على أرض العراق. إذن عدم التصعيد الآن بوجود أوروبا بخصوص الملف الإيراني له تأثير على ما يحدث في العراق، وأن المالكي عندما يتكلم بهذا الأسلوب هو يعرف بأنه ينتظر الجواب من إيران، وأن إيران مستعدة أن تعمل حرب طائفية إذا عرفت بأنها سوف تخسر ما عملته في المنطقة، وأن أذرعتها قد كسرت في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا النطاق سيد أمير، ربما تكون هناك فلسفة في السؤال، يعني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كيف سيلقي بظلاله على الشخصيات التي تمسك بسدة الحكم في المستقبل المنظور؟ في العراق قصدك؟ نعم في العراق، نعم عفوا. شيء طبيعي، لأنه يعني شوف المعادلة الانتخابية، يعني ولو ما أريد نرجع على الانتخابات طيب. ولكن يعني عندما حل مقتدى الصدر عن طريق تكتل سائرون لهذا الموقع المهم، إذن هناك يعني نوع من التحرك في العملية السياسية العراقية. الولايات المتحدة عن طريق يعني الوضع السياسي في العراق تستطيع أن تبعد إيران، وتستطيع أن تخرجها خارج يعني دائرة التأثير العراقي. ما يحدث في العراق هي حالة من يعني الانتظار لما سوف يحدث في المستقبل، وأنا متأكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن يعني تقبل باستمرارية الوضع وبقاء إيران في يعني المشهد السياسي العراقي، لأن الولايات المتحدة على ما أعتقد يعني لم تأتي للعراق يعني ولتعطيه بهذه السهولة بإيران، ولكن هناك كانت اتفاقات سابقة، وكلنا نعرف كانت هناك اتفاقات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران على اختيار رئيس الوزراء. السيد المالكي عندما اختير كان قد يعني اعطي الضوء الاخضر من قبل طهران وواشنطن في الوقت الحاضر، نعم. في نفس الوقت، وكذلك السيد حيدر العبادي، ولكن الان في هذا الوقت الامور تبدلت، هناك نية غربية أمريكية خصوصا في قطع أذرع إيران خصوصا في العراق. من باريس السياسي والعراقي أمير لمفرجي، شكرا جزيلا لكم.